السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج عوافي. ومثل ما عودناكم كل يوم عندنا أكلات جديدة، وصفات جديدة، نحاول نجيب الأشياء الخفيفة الحلوة اللي ما تثقل علينا في الشهر الكريم هذا. واليوم كبداية، اليوم إن شاء الله بنعمل طبختين، نبدأ بسلطة خفيفة حلوة، والطبخة الثانية بنعملها اللي هي بتكون بالدجاج. السلطة اليوم عندنا مكوناتها، إذا أنتم شايفين عندنا الجوز، عندنا الملفوف الأحمر، عندنا خيار، عندنا البصل الأخضر، وعندنا تفاحة حمراء. وهذه المكونات الأساسية للسلطة. وبعدين عندنا المايونيز، عندنا هذه الثاوزن آيلاند، عندنا كريمة، وعندنا عصير الليمون بالكزبرة، وعندنا شوية ملح للطعم. نبدأ أول شيء بتقطيع المكونات. نبدأ مع الخيار، ما نريد نقطعها بطريقة كبيرة، يد مربعات تكفي. ناخذ نص خيار يكفينا اليوم لأننا ما بنسوي كمية كبيرة. هذا الخيار خلصنا منه، مثل ما قلت كمية بسيطة بس، ما يحتاج كمية كبيرة. ناخذ البصل، البصل نقطع صغار عشان نحن نريد يختلط. في ناس عادة نقول لك البصل كذا خلاص يقطع لك الأبيض فقط، بس البصل ممكن تاكله كامل، حتى الأخضر هذا يتاكل عادي. فبناخذ شوية من هذا بعد عشان يعطينا النكهة كامل. هذا البصل جاهز، ليش ما نحطه على طول؟ نحن بنبدأ نخلط السلطة كامل هنا. تمام، ناخذ قليل من الملفوف الأحمر، مش كمية كثيرة. هذا الملفوف كذا، نشيل هالقطع اللي هي من الخلف. هذا الملفوف الأحمر. الحين الملفوف ممكن تستخدم الأخضر أو ممكن تستخدم الأحمر، ما شرط إني أنا، لأني أنا استخدمت الأحمر معناته لازم تستخدم الأحمر، عادي ممكن النوعين من الملفوف، ما فيها أي مشكلة. بعد هذا نقطع التفاح، بس قبل هذا نرمي أغراضنا الزيادة. فاصل مع أي ونرجع لكم إن شاء الله بعد ما نشوف المقادير للسلطة. تحلي أيامنا وتعطيها طعما جديدا، معك نتهنى بكل لحظة في رمضان. ماما أنت سر كل شيء طيب. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. مثل ما شفنا قبل قليل المكونات اللي بتكون في السلطة عندنا اليوم، مثل ما قلنا كان عندنا الخيار، الملفوف الأحمر، الجوز، التفاح الأحمر، وكان عندنا البصل الأخضر اللي قطعناه وجهزناه هنا موجود، وعندنا الكمية الثانية هناك. نبدأ الحين تقطيع نص التفاحة، ما نريد أكثر. نتأكد أنه التفاحة
متنظفة كامل. هذا تفاح مكعبات عشان لما ناكل نحس بطعم التفاح ما يكون كمية بسيطة. هذا النص الثاني نظف. والحين تفاح نحط. خلنا نخلص من هذا لأنه الحين الجزء اللي باقي علينا الحين إنه نبدأ نحط السوسات. هذا يحتاج لها القفازات لأنه بنخلط السلطة بيدنا. مثل ما قلت هذه سلطة خفيفة حلوة للصيف. في ناس تقول لك ليش تحط التفاح؟ والله ممكن تحط التفاح. في ناس تحط التفاح عشان تزيد القرمشة في السلطة وعشان تغير طعم السلطة. في ناس مثل ما شفتوا ممكن نحط الرمان، ممكن نحط يعني أشياء كثيرة ممكن تنحط في السلطات. هذا أول صوص الثاوزن آيلاند، وهذا ممكن إذا تريدوا تسووه بنفسكم ممكن تسووه وممكن تحصلوا موجود في السوق. هذا أول واحد. المايونيز شوية، الكريمة، وبعدين قليل من عصير الليمون مع الكزبرة. هذا ما حامض، أنا أضيف له شوية فلفل أحمر. هذا السلطة الحين نخلطها مع بعض، نتأكد أنه كل حاجة تخلطت، المكونات كلها انخلطت مع بعض. بعدين اللي يريد ممكن نضيف شوية ملح مش كثير. هذا عندنا السلطة جاهزة الحين. هذا ممكن تعملها قبل إذا عندكم ضيوف جايين، تجهزها وتخليها في الثلاجة تبرد لأنها تقدم باردة، وممكن إذا جوعانين على طول. هي الحين جاهزة مثل ما بتشوف الحين، نحن على طول حنطلع الصحن وحنقدمها. هذه السلطة الحين جهزت، بس فاصل نشيل الأغراض ونبدأ بتقديم السلطة إن شاء الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا الحين معكم برنامج عوافي. مثل ما شفت اليوم بدينا الحلقة بسلطة حلوة وخفيفة اللي مكوناتها كانت الملفوف، البصل الأخضر، التفاح الأحمر، وبعدين زدناها الثاوزن آيلاند، زدناها مايونيز وكريمة وشوية ملح. الملح ليش؟ الملح بس عشان الطعم. هذه السلطة، وفي عندنا كان شوية من الجوز، نحط معها الجوز. هذا كذا القرمشة الزيادة، هذا خلصنا منه. بعدين ممكن نحط شوية دبس الرمان. دبس الرمان حطيناه. وهذه عندنا سلطتنا لليوم، أول طبق لليوم مثل ما قلنا الدجاج. هذه سلطتنا اليوم فيها الجوز والتفاح. عافية عليكم إن شاء الله. فاصل ونرجع ونبدأ طبقنا الثاني إن شاء الله، الدجاج بالجوز. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا اليوم في بداية حلقتنا في برنامج عوافي عملنا السلطة اللي كانت بالتفاح والملفوف الأحمر، حلوة وخفيفة. الحين عندنا طبق ثاني اليوم نعمل نحطه بالدجاج بالكازو
فلفل أحمر وأصفر والبصل الأخضر. نبدأ أولا بتقطيع الدجاج إلى مكعبات، اليوم وصفاتنا كلها فيها مكسرات، بدينا بالجوز والحين عندنا الكازو. هذا نقطعهم صغار وبعدين بنبدأ نخلط المكونات اللي موجودة هنا مع هذا مع الدجاج. عندنا نخلط فيه النشا الذرة وصفار البيض عشان يمسكوا مع بعض. غير عن هذا بعدين عندنا الصوصات الثانية، عندنا الفلفل الأحمر البودر وعندنا الملح وعندنا هذا اللي هي الأويستر صوص، الصوص المحار. هذه المكونات الأساسية للطبق اليوم. هذا الدجاج عندنا جاهز، وفي نفس الوقت ممكن نبدأ نشغل الزيت عشان نبدأ نقلي المكسرات. هذا خلصنا منه، والحين نضيف قليل من صفار البيض، ما احتاجه كله، ونخلط صفار البيض مع الدجاج، قليل من نشا الذرة، هذا كذا نشا الذرة يمسك مع الدجاج. ممكن نضيف، في ناس ممكن تضيف اذا تريد تحب تضيف شوية الملح عليه، الفلفل، الفلفل الأحمر إذا تريد تعمل تزيده من نكات ممكن. أنا بضيفه شوية من الملح، هذا كذا يمسك لأن البيض والطحين. هذا ليش ما ضفت الطحين على طول كامل؟ عشان أشوف الكمية، احنا ما نريده جاف كثير بس نريده يكون ماسك. هذا الحين الدجاج هذا جهز، أتأكد من الزيت إذا جهز. هذا كذا الدجاج جاهز للقلي بعد ما نقلي الكازو. هذا الدجاج جهز، الدجاج عندنا جاهز، بس نتأكد إنه الزيت لسه الزيت ما حمى. ثواني ويرجع الزيت يحمى. هذه الأكلة من أصول، والله شوف، لأن النكات اللي فيها الأويستر صوص ممكن ينحط فيها، زاد عليها السويا صوص لأن فيها مكسرات، فالمكسرات دائما تكون نقول لك من الأكلات اللي هي الشرق آسيوية، بس نحن دائما نحاول نغير من الاكل وناخذ. ما شرط انه الاكل يقول لك والله في اكلات في بلد معين يقول لك والله ممكن يكون فيها هذا وهذه الاكله فيها حرام ولا هذا فيها، ما شرط انك تاكلها وتطبخها مثل ما هم يطبخوها. انت ممكن تاخذ الزين، دائما ناخذ الزين من عند الناس ونخلي اللي ما يعجبنا ولا نخلي شيء، فناخذ الاكله الحلوه والله عجبتني طريقه الاكله خذها وجيبها عمان ولا ارجع وغير فيها، بدل ما تكون لحم ممكن تعملها دجاج، ممكن تعملها خضره فقط، ما في اي مشكله يعني. هذا لحد ما يحمى الزيت ان شاء الله، فاصل نشوف المقادير ونرجع لكم ان شاء الله. لنا لمستك تحلي أيامنا وتعطيها طعما جديدا. معك نتحنى بكل لحظة في رمضان. ماما أنت سر كل شيء طيب.
أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا المقادير اللي كانت اليوم للدجاج بالكازو، الدجاج قطعناه مكعبات وخلطناه بصفار البيض فقط وطحين الذرة، والحين عندنا سخنا الزيت وعندنا الكازو هذا بشويش بننزله، بس انتبهوا دائما لما تنزلوا في الزيت انه الزيت صح حامي، بس انتبهوا انه ما تحترقوا. شوف على طول بدأ يسخن، ولأن الزيت ساخن فما بياخذ وقت، على طول بينطبخ. هذا الحين شوفه على طول بدأ ياخذ لون لأنه الزيت حامي، ونحن ما نريده يكون داكن، بس لدوب ثواني ينحط نتأكد انه انطبخ ومسك لون ونشيله. ومثل ما قلت هذه تعتبر أكلة من أصولها من شرق آسيا، لأسباب انه فيها المكسرات، واليوم بخلطها مع الأويستر صوص اللي هم مشهورين فيه. بعد ما نطلع الكازو نضيف الدجاج في نفس الزيت هذا عشان يمسك معاه في نفس الطعم. هذا كذا، وممكن الوجبة هذه تؤكل مع الرز، تؤكل مع اللي هي المعكرونة الصينية اللي هي النودلز، على حسب. أنا اليوم هعملكم إياها كذا، وأنتم ممكن تجربوها بالطريقتين على حسب، تريدها بالمعكرونة أو تحتاجها بالعيش. هذا كذا، نحن الحين صفينا، تأكد أنه كل الزيت بدأ ينزل لأنه بنحتاج مرة ثانية نصفيه وننظفه كامل كذا، نتأكد أنه هذا. رجعنا الحين نبدأ ناخذ الدجاج، مثل ما شايفين، مثل ما قلت لكم انه الزيت حامي، فعلى طول يبدا يطبخ. هذا بدل الحين نطبخ الدجاج، هذا خلصنا من الدجاج. الدجاج بياخذ فترة شوية أطول لأنه نريد الدجاج ينطبخ كامل. فارثنا ممكن نحن نبدأ نقطع في الخضرة اللي جاهزة، ثواني وهذا الحين يكون جاهز. مثل ما شايفين الخضرة اليوم عندنا بسيطة وخفيفة، عندنا الفلفل الحلو الأصفر والأحمر، هذا شرايح اليوم. دائما عينكم على الأكل المطبوخ. نتأكد من الدجاج دائما انه يكون ما يحترق. هذا كذا جهز الأصفر، الحين ناخذ الأحمر. مثل ما شايفين انه الدجاج بدأ ياخذ لون، هذا من طحين الذرة والبيض.
هذا الحين هذا جاهز، يبقى لنا البصل الاخضر بس قبل ما نخلص خلنا نقلب شوية في الدجاج. وهذا نحن كلنا حنرجع نطبخ الدجاج، هذا الحين ينطبخ. اللي يشوف يقول لك الدجاج ما كسب لون لانه اخذ لون البياض من الكازو بس، ولانه ما في كثير من البيض. بس هذا كذا الحين تقريبا جاهز، ثواني بس نخلص البصل ويكون الدجاج جاهز. هذا كذا البصل الاخضر جهز، هذا ناخذه بعدين. مثل ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين الحين الدجاج هذا خلاص جهز ومطلعه. ومثل ما قلت ممكن يتاكل بأي طريقة تريدوا تاكلوه، أقول لك والله لأنه مقلي، في ناس يقول لك والله هذا ثقيل لأنه مقلي فما بزيد عليه العيش أو اللي هي المعكرونة الصينية. هذا كذا عندنا جهز خلاص، هذا نطفيه ما نحتاجه الحين. نجيب المقلة الثانية، هذا نعطيه هنا، هذا نخليه الحين لحد ما يبرد. الحين لما يسخن الزيت نبدا نزيد معاه اللي هي صلصة الاويستر، وهي اللي تكسب الدجاج اللون. وبعد ما ينطبخ كله يمسك اللون مع بعض، نضيف عليه الخضرة واخر شيء نضيف عليه المكسرات، لان مالي المكسرات اذا الكازو طبخناه زياده يبدا يذبل كذا. الحين هو اذا ما شايفين كان ابيض حتى بدا لونه، لانه كان لسه ينطبخ مع الحراره فلونه بدا يتغير ويغمق. الحين كذا خلاص ما بيزيد، فعشان كذا بعد هذا الحين يرجع لل بس نتاكد انه الزيت يبدا يحمى على طول. ايوه الزيت بدا يسخن، بس نطلع. مثل ما انتم شايفين نخلي الصلصة هذه الأويستر تنخلط مع الزيت. وبنرجع الدجاج في الصلصة هذه بس شوية زيادة يحمى. تمام، وهذا هنا الحين الدجاج بتاخذ طعم الصوص نفسه، هذا الصلصة هذه نزيد عليها شوية من الفلفل الأحمر للنكهة. عارفين الدجاج خلاص مطبوخ، احنا حطيناه مع هذا الحين عشان يمسك اللون اكثر وياخذ نكهة الصلصة هذه. خلاص كذا هذا جهز، الحين نضيف الخضرة عشان اللون عشان تزيد في النكهة. هذا كذا تقريبا خلاص كطبخ جهز، ما فاضل الا نزيد عليه نرجع له المكسرات. بس خلال ثواني نتاكد انه كل حاجه انطبخت وكلها مسكت لون. هذا تمام، بس الحين نضيف المكسرات عليه. هذا كذا الطبق الحين جهز للتقديم الحين. مثل ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين فاضل الحين بس ان نحطه
في الصحن. بما انه جهز خلاص نشيل اغراضنا الحين عشان نجهز مكان لتقديم الصحن. هذا صحننا اليوم بالتقديم، كل حاجة جاهزة. مثل ما قلت لكم الطبق هذا ممكن يتاكل وهو كذا الحين جاهز، ما في أي مشكلة، ممكن تاكله. بل خلينا ناخذ الخضرة عشان نكمل اللون للصحن. المكسرات هذا كذا طبقنا جهز، وهذا ثاني طبق اليوم عندنا اللي هو الدجاج بالكازو والفلفل الحلو. مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين اليوم كان عندنا طبقين، الطبق الاول اللي سويناه اللي هو السلطه بالجوز مع التفاح والملفوف الاحمر، الطبق الثاني كان الطبق نفسه من المكسرات في الكازو بالدجاج والفلفل الحلو مع البصل الاخضر. هذا طبقين خفيفات اليوم وان شاء الله تعجبكم. عليكم بالعافيه، شكرا.